ماذا تعرف عن مشروع النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا تحت البحر؟ إنه واحد من التصورات التي لطالما بدت ممكنة التحقيق من الناحية النظرية، لأن المسافة بين النقطتين ألف وباء قصيرة جدا، ومع ذلك فإن الأمر يشبه إلى حد بعيد رحلة خيالية بين صفحات رواية جول فيرن التي تتعدى الواقع وحدود ما يمكن لممالك الخيال استيعابه. يقبع هذا التصور بين حدين اثنين، أولهما أنه ممكن التحقيق من الناحية النظرية، ثانيهما أنه من الناحية الهندسية أشبه بخلق تنين أو حصان مجنح، فهو قريب جدا لكنه في نفس الوقت شديد البعد. تم تداول بعض الأحاديث والأقاويل هنا وهناك حول كيفية وسبب وزمن إنشاء هذا المشروع المستقبلي، وقد أوضحت بعض الملاحظات التي تم نشرها حصرا في الصحيفة الأندلسية الإسبانية ديارو دي كاديز من إعداد مجموعة الهندسة والتخطيط الإسبانية ورئيسها رافائيل غارثيا مونجي، أن هذه الفكرة التي تتعلق بإنشاء همزة وصل أرضية تربط بين المغرب وإسبانيا ليست قابلة للإنجاز فقط، بل أن التيار صار يهب لصالح البت في المشروع في القريب العاجل، والمساعي تجري على قدم وساق من أجل ذلك، لدرجة أنه قد تم إجراء الحسابات اللازمة لتحديد عدد الآلات الحفر اللازمة لحفر النفق، وكذا تكلفة صناعتها. نعود لشرح هذه المجموعة، أي مجموعة الهندسة والتخطيط الإسبانية، لنشرح ماهيتها. إنها اختصار للجمعية الإسبانية لدراسات الاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق، التي قالت في خلاصة أبحاثها أن هذا المشروع قابل للإنجاز والتحقيق، وأن أبحاث سابقة أجرتها خلصت إلى أن طوله سيكون 38 كيلومتر في مجمله، والذي سيكون 27 كيلومتر منه مغمورا تحت قاع البحر. لو بدت لك هذه الأرقام واقعية عزيزي المشاهد، فهي لأنها كذلك بالفعل، والسبب أن الأنفاق التي تمتد تحت سطح البحر رابطة بين مناطق أرضية منفصلة كانت موجودة مسبقا وسبق تحقيقها وإنجازها، مثل نفق القناة الذي يمتد على مسافة 50 كيلومتر رابطا بين فرنسا وإنجلترا، والذي يمتد مسافة 37 كيلومتر منه تحت قاع البحر، وكذا نفق سايكان الذي يربط بين الجزيرتين اليابانيتين هونشو وهوكايدو، والذي يمتد على مسافة 53 كيلومتر مع 23 كيلومتر منه تحت سطح مضيق تسوغارو. ومنه يمكن الجزم أن الأسباب التي تعيق مشروع نفق يمتد تحت البحر ليربط بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية ليست تقنية، وليست لأنه مستحيل أو غير قابل للإنجاز. لذا ما هي هذه الأسباب يا ترى؟ أول مشكلة تعيق إنجاز هذا المشروع هي التمويل، فمن سيمول إنجاز هذا المشروع؟ تقول المجموعة الإسبانية أن كل من إسبانيا والمغرب مهتمتان كثيرا بهذا المشروع، وبما أن المجموعة الإسبانية هي هيئة حكومية إسبانية، فبإمكاننا الوثوق في صحة كلامها هذا فيما يخص الطرف الإسباني فقط. لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس المجموعة فرنانديز حول أن تقديراته لتكلفة إنجاز هذا المشروع تقف عند حدود 8 مليار يورو، تعني أنه ستكون هناك حاجة أساسية لتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي، وكذا كل تمويل ممكن من القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي بمشروع هذا النفق إلى الدخول في متاهات من البيروقراطية والتلاعبات، هذه المتاهات التي لن يرى بعدها النور أبدا على الأرجح. وقد قدر سعر إنجاز نماذج أولية عن واحدة من آلات الحفر الثمانية اللازمة لحفر النفق تحت أضيق نقطة من البحر المتوسط بحوالي 32 مليون يورو وحدها. ثم هنالك المشكلات التي تتعلق بالحسابات الفيزيائية، فبينما من المقرر أن يكون هذا النفق أقصر طولا من نظيره في اليابان، وذلك الذي يربط بين فولكسترون في إنجلترا وبادوكالي في فرنسا، فإن وضعية قاع البحر بين إسبانيا والمغرب مثلت مصدر قلق للمهندسين، حيث أظهرت الاستبيانات والدراسات لأقصر خط من هذا النفق منطقتين اثنتين بارزتين على امتداد 4 كيلومترات كان نوع التربة السائدة فيها من الطين الهش الذي يصعب البناء فوقه، غير أن المجموعة الإسبانية قالت بأن تلك عقبة بالإمكان تجاوزها، لكنها ستسبب في تأخير مدة إنجاز المشروع بدون شك،
وهو ما دعمه فيها باحثون في جامعة زيوريخ وشركة بناء الأنفاق الألمانية هيرينكنخت. توجد كذلك بعض التعقيدات الإضافية التي تحوم حول هذا المشروع، فباعتبار طول النفق المقترح حاليا فإن الزاوية التي يخرج وفقا لها من البحر إلى سطح البحر في كلا الجانبين تكون عند حدود 3%، وهو ما يعتبر انحدارا حادا بالنسبة لخط السكة الحديدية السريع، حيث سيتم فتح هذا النفق الذي شيد في المقام الأول من أجل قطارات ومن أجل تحقيق انحناءة أقل انحدارا وحدة يجب أن تكون زاويتها بحوالي 1.2% كأقصى تقدير، ومنه سيصبح ضروريا زيادة طول النفق. أخيرا لدينا هذا التساؤل المحير، لماذا قد يكلف كلا البلدين أنفسهما عناء بناء هذا النفق في المقام الأول؟ حيث أن مضيق جبل طارق يعج بالعبارات والقوارب التي تنتقل من ألجيسيراس في إسبانيا إلى طنجة في المغرب روحة ومجيئا، وهي تؤدي خدمتها على أكمل وجه وتغطي الحاجة في النقل بشكل ممتاز. أضف إلى ذلك أن الحكومة المغربية قد انفقت مبالغ طائلة على ميناء طنجة الذي يملك الآن طاقة استيعاب تصل إلى 8 ملايين حاوية، فهل سيكون قطار رابط تحت البحر قادرا على إضافة المزيد إلى مجهودات هذا الميناء الآخر في النمو؟ أم سيخطف الأضواء منه؟ أم أن الحاجة إليه ستكون معدومة؟ توجد بعض المناطق الجغرافية في العالم التي تشبه كثيرا مضيق جبل طارق، والتي بالإمكان تحقيق مشاريع فيها من أجل الربط الأرضي بين القارات، على غرار ربط القارة الإفريقية بالآسيوية وربط القارة الأمريكية الجنوبية بالقارة الأمريكية الشمالية، لكن الأوضاع السياسية والعوائق الجغرافية تجعل من التنقل أرضا بين هذه القارات شبه مستحيل، حيث يستحيل عليك التنقل من مصر في إفريقيا إلى قطاع غزة في آسيا بدون الخوض في عدد لا ينتهي من المشاكل والعوائق، ولا أن تنتقل بين بنما إلى كولومبيا عبر دارين جاب دون تعريض حياتك لخطر كبير، حتى مع انخفاض خطر التعرض للخطف، حيث ما زالت الطرقات المهيئة شبه معدومة خلال تلك الغابات المطيرة الكثيفة في المنطقة. غير أن مشروع نفق يربط بين إسبانيا في طريفة على الأرجح وطنجة في المغرب سيكون ابتكارا جديدا وفريدا من نوعه، وهو ما أنجبته مخيلة المؤلف جيل فيرن قبل 148 سنة، وهو إن أنجز سيمكن المسافر من القيام برحلة خيالية تجعله يختفي تحت جلد الأرض في الأندلس في القارة الأوروبية ليعاود الخروج على ظهرها بعد دقائق في المغرب وفي قارة الأسود ومدينة لبدة الكبرى القرطاجية التاريخية. لكن حتى لو تم إنجاز المشروع ومع وجود كل تلك المناظر الطبيعية والمواقع التاريخية الخلابة التي تزخر بها القارة السمراء، فإنك إن استقليت القطار الرابط بين إسبانيا والمغرب ووصلت إلى المغرب فستعاني كثيرا من أجل السفر جنوبا في أعماق إفريقيا. لنأخذ الجزائر مثلا في شرق المغرب مباشرة وتوتر علاقتها السياسية مع هذه الأخيرة، مما جعلها تغلق جميع الحدود والمنافذ البرية معها. أضف إلى ذلك ليبيا التي تعتبر منطقة خطر محتم لا يمكن حتى التفكير في السفر إليها. أما الجنوب فهو عبارة عن محيط لا متناهي من رمال الصحراء القاحلة الشاسعة، ناهيك عن منطقة الصحراء الغربية غير المستقرة سياسيا والمتنازع عليها، حيث تدعي المغرب أحقية ملكيتها بها ويطالب شعبها تحت راية جبهة البوليزاريو بالاستقلال والحكم الذاتي، وهو رأيي شخصيا أن الصحراء الغربية يجب أن تستقل. مع ذلك يبقى بإمكان المسافر زيارة المغرب والتوغل فيها من طنجة إلى الرباط إلى مراكش وفاس وأخيرا الدار البيضاء التي تتواجد على بعد 386 كيلومتر في الجنوب الغربي لميناء طنجة.